الزمالك يوجه إخطارا عاجلا لام سامسون. وجه مسؤول نادي الزمالك اليوم رسالة جديدة للبنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الساعات الماضية. وأخطر الزمالك اللاعب بتغليظ العقوبات المالية عليه في حالة مواصلة التأخر عن العودة للقاهرة، خاصة وأنه كان من المفترض أن يصل للقاهرة خلال الأيام الماضية ولكن ظروف الطيران منعته من الوصول احتلاءً. تعرف على برنامج الزمالك لمواجهة المصري. حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يوم الجمعة المقبل كموعد للانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء المصري، ويخوض الفريق مرانه الرئيسي علي ملعب النادي يوم الجمعة، ثم يعلن عن قائمة الفريق ويتوجه للإسكندرية لمواجهة المصري. ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيد يوم 26 من نوفمبر الجاري على ملعب استاد الجيش بمدينة برج العربي في إطار مباريات دور الثمانية. موعد مباراة الزمالك والمصري. وتقام مباراة الزمالك والمصري بربع نهائي كأس مصر في تمام الساعة 5 مساء السبت 26 من نوفمبر 2022 باستاد برج العربي بالإسكندرية. وتدع مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي العرب على قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر. الزمالك بطل كأس مصر. جدير بالذكر أن نادى الزمالك توج بلقب كأس مصر للموسم 2020 إلى 2021 عقب تغلبه على الأهلي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم في شهر يوليو الماضي على ملعب القاهرة الدولي.